الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كيف الجمع بينه وبين قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لا تعارض، لأن يسرنا القرآن للذكر لمن يحب أن يتذكره ويفهم معانيه يفهمها بسهولة ويسر، ولمن يريد حفظه فحفظه أيضا سهل ويسير. أما إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قيل تكاليفه ثقيلة إلا على من خففها الله عليه، كما قال تعالى في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن العلماء من قال ثقيلا على عند نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال زيد بن ثابت: نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم آية وهي قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، ورأسه على فخذي فكادت فخذي أن ترد. هذا والله أعلم.